مرحبتين بك كوتش. السلام عليكم، اهلا وسهلا بك. السلام، مرحبتين بك. ارحب بك، شكرا. كنت يعني نحن عارفين ان لما بنحكي على التنمية البشرية فاحنا حنحكي بصراحة على جوانب مختلفة في هذا التخصص، لكن لما بنحكي على الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية وكيف نحن نتغلبوا عليها بالطاقة الإيجابية وغيرها، احكي لنا اكثر عن هذا الجانب، وخاصة انه هو يعني في التنمية البشرية اللي قاعد مزدهر خلال الفترة اللي فاتت في ليبيا. فعلا فعلا كلامك مزبوط. هي التنمية البشرية انتشرت يعني حول العالم وحتى ليبيا، بس المشكلة إن في ناس سرعان ما ملت منها، لأن شني يطلعوا متعين التنمية البشرية يشرح ويقولك نقاط حلوة وتقولي الله محلاها ويا ريت حياتي تبدأ هيك، بس مجرد ما تطلعي من المحاضرة وتواجهي الواقع تلقي روحك إن اللي قريتيه هذا يا واللي سمعتيه ما عرفتيش تطبقيه على أرض الواقع. ففي ناس استغنت عن التغيير وظنت انه هو حاجة مستحيل توصلها. فأنا في محاضراتي ديما نحب اني ندير اول حاجة امثلة قريبة للجميع، وبعدين ندير في تمارين يعني بحيث لما تطبقيها الوعي هذا يتجسد في حياتك وتقدري تتصرفي بالطريقة الصحيحة. هل التمارين اللي ندير فيها نقول لك قولي كذا وردي كذا وحط لي كذا؟ طبعا لا، هذا ما هوش اختصاصي. اختصاصي وعي. الوعي لما يرتفع عند الإنسان ويطبق حاجات معينة تساعد في رفع الوعي تسهل عليه إنه هو يتخذ قرارات ويحدث التغيير في حياته. حلو. التغيير صاير إن لم تغير ستغير. يعني لو ما اخترتيش التغيير بإرادتك أنت حيجي ظروف وتغيرك، وغالباً الظروف هذه تكون ظروف قاسية، و70% من الناس اللي تمر عليها الظروف القاسية تتغير للأسوأ، ما تمشيش لقدام. فهمتيني؟ فشني لازم الإنسان يكون منفتح على التغيير. يعني أنت شوفي لحظي لو مثلا لو تاخدي تليفونك وتغيري الخلفية متاع تليفونك، شو بتحسي؟ تحسي فريش، حلو صح؟ كأنه حاجة جديدة. بتروحي مثلا حوشك تغيري الاتات، مثلا ديري الصالون هيك والطاوله هيك على عكس ما كان عليه، نفس الشيء حتحسي بارتياح، حتحسي بحاجه حلوه صارت. هذا تغيير بسيط، تغيير في الاشياء الماديه، ما يبالك التغيير في الافكار والاراء حول المواضيع. يعني خلاص واحد انه هو يعني حاصل في قناعه واحده، مثلا انا مش محظوظه، الحظ الدنيا مايله عليا، بخت يشبه شني، سعد يشبه شني. فهي انتوا جربتوا سنين بالطريقه هذه، لو تجربوا سنين ثانيه بالطريقه الايجابيه بان لا الحظ معاي ويخدمني، لان ربي سبحانه وتعالى مسخر لي جنود السماوات والارض، اذا انا نقدر نفعل. التغيير سنه الحياه، قال تعالى كل يوم هو في شان. اذا التغيير لازم منا. طبعا لما ندعي على التغيير انا هيك تقول في هلبا ناس يقول لك جربت وما تاقلمتش، حسي روحي تضيقت. هو من الطبيعي ان خليني اعطيك للموضوع هذا تفسير علمي وديني. العلمي ان طبعا احنا تعودنا ان الجسم المادي والمحيط المادي هو اللي يتحكم فينا اكثر من الداخل بتاعنا، القوه الداخليه، عرفتي؟ فشن يصير؟ يصير انك تحسي بعدم ارتياح، تحسي انك متضايقه، تحسي لو ترجع لعادتك القديمه اسهل بهالبا. لكن مجرد استمرارك على هذا الشيء يكسر دائرة الارتياح هذه. وأنا نوعد الناس إن دائرة عدم الارتياح هذه تستمر من 7 إلى 10 أيام فقط، بعدين حتخشي في دائرة جديدة اللي هي دائرة التغيير. حلو. تمام. والتفسير الديني طبعا الشيطان أعوذ بالله منا لما يشوفنا ماشيين في تقدم، راه هو مش غير يوسوسنا في إن ما تصليش ولا اكذبي ولا لا، هو حتى لما يلقى حياتك ماشية لقدام، حتى لما يلقاك انت دايرة حاجات صح يبدا يبي يلبز عليك، فيقول لك ايه بالله تهدوا فاضيه، مش كانت قاعده خير لك، مش كانت بطلي خير لك، فهمتيني؟ فانا مجرد ما اني اتحدى نفسي 7 أيام 10 أيام بس حنتغير. حلو. فهي حضرتك يعني حكيتي على التمارين، التمارين عباره عن شنو بالضبط؟ يعني ممكن تعطينا هيك فكره عليهم؟ هي تمارين وعي طبعا. يعني لكل طبعا الوعي ليه 6 جوانب، يعني في وعي صحي، في وعي مالي، في وعي في العلاقات الاجتماعية، فكل وعي او كل جزئية معينة لها تمارين خاصة بها.
طبعا نجيب لك مثال. مثلا اخر محاضره لي كانت في الجروب نتاعي بشرة خير، كنت ندوي على الثقه بالنفس تمام، فاعطيت التمرين انا ما نقولهمش العضوات عندي، انا نقولهم المحظوظات. اعطيت التمرين للمحظوظات، قلت لهم خذي ورقه وديري اجواء حلوه هيك، انت تكوني رايقه، تفتحي موسيقى، تفتحي صوت طبيعه، تاخذي هيك نفس مريح، واكتبي ما هي انجازاتي. تمام. فطبعا في هلبة يردوا علي يقولوا لي ما عنديش، لان شني؟ لان ضاعوا تحت المسميات انجاز، هذا حاجه كبيره، هذه لازم جائزه نوبل. فهمتي؟ مش لازم. شهادتك انجاز، شغلك انجاز، انك متجوزه وفاتحه حوش انجاز، انك تربي في صغار انجاز، فعلا وغيره من الانجازات، انك تسوقي في سياره انجاز. صح. بس استاذه بشرى، يعني لو حكينا على بشرة خير، بما انك انت حكيتي عليها وانت ما شاء الله يعني شغلك واضح على السوشيال ميديا وخاصه في هذا الجروب اللي خاص بالسيدات، حضرتك كل مره تقدمي لهم محاضره لايف على الفيديو وتحاولي انك انت تساعديهم وتقدمي لهم الطاقه الايجابيه، واحكي لنا اكثر يعني عن الطاقه الايجابيه. قصدك تبي نحكي لك على الجروب ولا شو نعطي فيه يعني؟ يعني انت في بشرة خير قدرتي انك انت تقدمي شغل جدا واضح على السوشيال ميديا، احكي لنا يعني هذا الجروب يعني امتى فتحتيه بالضبط وكيف التفاعل فيه يعني؟ فهمتك. هو انا صراحه جروب بشرة خير راهو ماليش 3 شهور، الحمد لله قدرت نوصل ل 6000 محظوظه معي. عطيت نعطي في كورسات مجانيه، نعطي في سلسلات تكون على هيئه بوستات وتدعمها بث مباشر او اثنين، بس بالنسبه للكورسات تكون طول المده الكورس كلها بث مباشر معاهم، نعطي فيهم في تمارين ونستقبل في استشارات على الخاص معي. الحمد لله يعني في 3 شهور هدية كان المردود اللي من البنات يعني حاجة أنا بروحي انضمت فيها، يعني ما شاء الله هم عندهم الوعي بس مش عارف مني يوجههم صح، مش عارفين يستخدموا صح. مجرد ما استخدموا صح يعني من فضل رب العالمين، إن في ناس كانت متفارقة مثلا مع زوجها ورجعت.